صباح الخير ليا. صباح الخير نور. يسعد صباحي بصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه مما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده عم نبتديها فيها محطات عديده من دمشق والمحافظات السوريه، اكيد لهم حصه برحلتنا، لكن مع بدايه كل رحله صباحيه بنتمنى نهار يحمل الخير والبركه وراحه البال والرزق الكثير والرضا لكل الناس. بدنا نحمد ربنا يمكن كل يوم ألف مره نقول الف الحمد لله على الصحه، وانه اللي بنحبهم بخير هي اهم شيء، فكل شيء بيمرق لانه الامل موجود انه بكره ان شاء الله يا رب يكون احسن. ويسعد صباحك. يسعد صباحك مع هالحكيات الحلوين، دائما نحن بنحاول نتفائل بيومنا وبكره اللي جايه، ان شاء الله خير على كل الناس ايامنا اللي جايه، وان شاء الله يا رب هاليوم كل شيء بتتمنوه كل شيء حاطينه هدف قدامكم انه يتحقق بابسط الظروف يلي هي صعبه على كل الناس، من تدفئه من كهرباء، ان شاء الله هيك الله يهون علينا وعليكم يا رب. رحلتنا الصباحيه رح تبلش بضيوف ممكن يكونوا بهموكم ومعلومات رح نقدم لكم اياها اكيد بصباحنا لمده ساعه وشوي من الوقت، خليكم معنا بعد الفاصل. مشاهدينا بننتقل وبنتابع مع بعض اهم الاحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. كل
يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 15 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. بعام 1920 عقد أول اجتماع لعاصمة الأمم بجنيف، وبعام 1939 افتتاح مقبرة توت عنخ أمون للجمهور، وبعام 2001 مايكروسوفت بتعرض إكس بوكس بالأسواق، وبمثل هاليوم من عام 2017 لوحة سلفاتور ميندي لليوناردو دافنشي بتباع بمزاد علني بمبلغ 450.3 مليون دولار، وهالشي خلاها تكون بقائمة أغلى اللوحات الفنية. هاليوم شهد على ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلى بصمة مميزة بعالمنا، ففي عام 1862 جيرهارت هابوتمان وهو أديب ألماني حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1912. وأيضاً شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1916 هنري كيفيتش كاتب بولندي حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1905. وبعام 1959 وفاة تشارلز ويلسون عالم فيزياء اسكتلندي حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1927. متابعينا أكيد بصباحنا، وخلينا نروح بالتقرير التالي ونتعرف على معلومات يمكن منعرفها ويمكن لا بتقرير هالفعل. هل تعلم أن قطعة الورق مربعة الشكل من المستحيل أن تطوى على نفسها لأكثر من 8 مرات بغض النظر عن حجمها؟ هل تعلم أن جانبي وجه الإنسان مختلفين، فثمة عين أكبر من العين الأخرى بنسبة قليلة يكاد لا يلاحظها المعظم، بالإضافة إلى أن الأذن اليمنى تكون أعلى من الأذن اليسرى؟ هل تعلم أنه إذا عطس الإنسان بقوة يمكن أن يكسر ضلعاً في جسمه، وإذا حاول كتم العطسة قد ينفجر لديه وعاء دموي في الرأس أو الرقبة، وهذا ما قد يؤدي إلى الوفاة؟ والأمر الغريب الثالث حول العطس أن الإنسان إذا عطس وأبقى عينيه مفتوحتين فإنهما قد ينفجران. هل تعلم أخيراً أنه يمكن أن يتجمد الماء الساخن بصورة أسرع من الماء البارد، ومع ذلك فإنه لا يحدث دائماً، ولم يتوصل العلماء إلى سبب حدوث هذا بالضبط؟ أما هلأ ليا منتابع أولى محطاتنا لليوم بعالم الجمال والتجميل، كل واحد فينا يمكن اليوم بيدور ليلاقي حاله حلو، كثير من التفاصيل يمكن بتعنينا اليوم. عم نشوف توجه كبير لعمليات التجميل أو القصص هيك الجميلة البسيطة مثل البوتوكس الفيلر، الصبية بتحب تبرز جمالها بطريقتها الخاصة. اليوم كمان بنشوف الشباب لهم حصة كبيرة بيهتموا بحالهم، لكن كمان ضمن الحدود ويمكن ضمن عدم المبالغة في ظل عمليات التجميل والأحداث أحدث التقنيات التجميلية. اليوم لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أحمد صالح، أخصائي بأمراض الجلدية والتجميل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا وصباح مشاهدي الإخبارية الأكارم. صباح الخير دكتور أحمد. صباحك. بالبداية خلينا هيك نتعرف على أبرز التقنيات بعيدا عن الجراحة، التقنيات الحديثة عم نشوف دائما أسماء أدوية سيرومات إبر بتجدد خلايا البشرة، ولكن شو هي أجدد التقنيات يلي اليوم كتير عم نتداولها ضمن عياداتنا الطبية؟ يسعد صباحكم مجددا. هلا البوتوكس والفيلر هن الأساسيين بموضوع التجميل. مثل ما بتعرفوا البوتوكس هو العلاج التجاعيد التعبيرية اللي بتطلع بالأكشنات، بيأثر على مستوى العضلات وبيعمل فيها شلل مؤقت بيتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور. الفيلر هو أي شيء بيعطي فوليوم حجم، يعني صبية عندها هبوط وزن مثلا مفاجئ وصار عندها سلتة بالخدود أو شيء بدها تعطي فوليوم أو حجم، فهذا فيلر أو هيالورونيك أسيد. هلأ إذا بدنا نحكي عن شيء حديث
وما بدنا نفوت بالتفصيل بالبوتوكس والفيلر، فتنا بشيء اسمه سكين بوسترز او محفزات الجلد. والمعروفه عالميا بابر النضاره، واللي انتشرت الحقيقه بكل عالم التجميل وانتشرت كالنار بالهشيم. هي عباره عن او مكوناتها عباره عن هيالورونيك اسيد بتراكيز مختلفه، مهمتها تحفيز انتاج الكولاجين وتحسين منظر ونضاره البشره. بيتربع على عرش هالبوسترز شيء اسمه ابره البروفايلو. صحيح، سمعنا فيها كثير. تماما، او ابره المشاهير مثل ما بيحلو للبعض يسموها. صحيح، طب خلينا نحكي عنها اكثر. يعني مثل ما قلت حكيت عن مكوناتها، بس ايمت ممكن انا مثلا بلش بهي الابره؟ يعني كل صبيه اليوم، مو فقط الصبايا، يعني حتى عم نشوف الشباب دائما بيحاولوا يكونوا باجمل صوره، وبنفس الوقت ياخروا قد ما فيهم التقدم بالعمر. فكثير من التقنيات التجميليه، وهي احدثها اذا بدنا نحكي عنها بعيدا عن الجراحه التجميليه، ايمت فيني انا بلش؟ كل قديش؟ احيانا كمان عم يكون في مبالغه باستخدامها، لما نقول ابر النضاره او ابر البروفايلو، في كمان طريقه التعامل التجميليه الصحيحه مع هي الابر كيف بتكون؟ تماما. هلا البروفايلو هي برودكت ايطالي بيحوي على حمض الهيالورونيك اسيد فائق النقاوه. يعني شركه ابسا الايطاليه عملت دراسات وابحاث متعدده لوصلت لدرجه نقيه جدا من حمض الهيالورونيك اسيد. خالي من الشوائب يعني. تماما، يعني تقريبا نسبه 99% خالي من الشوائب. هي الابره معده بسيرنج 2 ميلي للحقن، تنحقن بخمس نقط معروفه تشريحيا. طبعا هي النقط ما انحطت ارتباطيا، يعني نتيجه دراسات متعدده. وين هي النقط؟ خمس نقط بكل خد محدده تشريحيا، اسفل زاويه العين الوحشيه ب 2 ميلي، بعيدا عن الاذن 1 ميلي، جنب الانف 1 ميلي، زاويه الفك، واسفل زاويه الفم باتجاه التشين. شافوا من خلال الدراسات انه الحقن بهالمناطق المحدده تشريحيا مثل ما حكينا بيعمل انتشار سريع لمادة الهيالورونيك أسيد فائق النقاوة، وبالتالي بيعطي ترطيب عالي وترطيب مستمر ونضارة بتحس فيها المريضة هي من جوا، يعني بتعطيها شعور ما شعرته من قبل. هي الإبرة، يعني إذا جواب على سؤالك إمتى بتقدر تنحقن؟ بعد 30 ولا لا؟ مو شرط. بأي وقت؟ لا مو شرط، يعني بتجيكي صبية مثلا بنهاية العشرينات عاملة دايت، فنازل وزنها شوي صغيرة، فعندها شوية شحوب، بتحس تماما شحوب، أو بلشت سوفت لاينز تطلع باتجاه الخد أو كذا، البروفايلو طلبة. كل قد يعني لتكون تعطي النتيجة المتاحة؟ الشركة المصنعة للمادة بتقول إنه لازم تحقن إبرة اليوم مثلا وترجع تعيدها بعد شهر، هيك بتاخذ فول إفكت. نعم دكتور، كمان خلينا ننتقل ونحكي عن موضوع الخيوط، يلي كثير من الصبايا والشباب يعني عندهم خوف لحد الآن من انه عملية خيوط، هل هي عمل جراحي؟ شو يعني لما نعمل نشد بالخيط؟ اي الزوايا هي من بالراس ورا الاذن؟ خلينا نشرح عن تقنيه الخيوط اكثر، وايضا يعني من خلال جوابك خلينا نحكي دكتور عن احيانا بنسمع انه ايه فك الخيط، شو يعني فك الخيط او داب الخيط؟ هل لا صحيح فك الخيط؟ لا، اما داب الخيط اكيد. اوكي، هلا مع التقدم بالعمر ونتيجه الجاذبيه الارضيه بتبلش الدهون بمنطقه الوجنات تنزل باتجاه هالمنطقه وبتعطينا هي التانيه. مع تقدم الوقت كمان بتنزل لتحت باتجاه الجو لاين وبتعطي كمان هي الطعجه. طبعا لساتنا بالامور الخفيفه. هي استطباب للجراحه. الجراحه هي تكنيك غير، عفوا الخيطان هي تكنيك غير جراحي سهل الاجراء، بيتم بالعياده، له نوعين يعني بشكل عام، نوعين البي دي او والبي ال اي. هي الخيطان بندخلها بالمنطقة اللي نحن بدنا نشدها، سواء تحديد زاوية الفك أو رفع الوجنات، مندخل خيط أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو ما في عدد محدد، طبعا كل ما كترنا كل ما كان أفضل. مندخلها بنقطة معينة إلها هي حراشة، طبعا ثلاث أنواع هي 3D 4D 6D، بتشبك مع الأنسجة اللي جوا وبنسحب نحن النيدل اللي دخلنا فيها، وبيضل الخيط، هذا الخيط معد انه يضل ضمن النسيج ممتص، ومع الوقت بيعمل تليفات. هي التليفات نحن بدنا اياها،
بتعمل هي الشده الخفيفه. طب خلينا نحكي كيف بيتم ادخال هذا الخيط بال بالابر وكيف وين بيتعلق الخيط اذا دخل؟ تماما، يعني هلا خلينا نقول بدنا نشد هي المنطقه للجو لاين، اي نقطه من هون طبعا تحت التخدير الموضعي، ناخذ نفتح مسره للنيدل او القنيه اللي بنفوت فيها الخيط، من ممكن نرسم المنطقه المستهدفه اللي نحن بدنا نفوت فيها، بيدخل الخيط وبنسحب القنيه بيشبك الخيط جوات النسيج. طبعا لازم يكون ادخال الخيط ما بين الطبق ما بين الادمه المتوسطه للعميقه، لانه اذا كان كثير سطحي فحيعمل ديفو بالجلد، واذا كان تحت النسيج الدهني فما حيشد جلد، حيضل جوا، حيعطينا اثر نضاره بس، اما ما حيعطينا افكت شد. ومثل ما حكينا يعني هي مصنعه لتبقى جوات البشره، بالمستقبل بيركب عليها كولاجين، بيركب عليها إيلاستين، وبتعطي ريفريش للبشرة. هلأ عمر محدد ما في، المهم هو الاستطباب. يعني أحيانا بتجيكي شاب أو صبية عمره 35 ما عنده أي تجاعيد، ما عنده أي شيء، وممكن تجيكي صبية بعمر 19 مثل ما حكينا عاملة دايت أو شيء، بتتطلب هذا الموضوع. والخيطان ممكن نشد فيها الرقبة كمان، وحتى الدراسات الحديثة بتقلك أي منطقة بالجسم فينا نشد فيها. لا بنشوف كمان العيون، يعني اليوم بنشوف كمان كثير من الناس بتروح تجاه الخيطان لتشد عيونها، تعطي بسحبة العيون أو عيون القطة، هلأ الدارج تريند موضة كمان، هي بتأثر. يعني بنعرف نحنا أنه هي الخيوط هي سليمة، يعني مثل الجلد بتنسجم معه، بس فعليا لما نقول مثل العين منطقة حساسة وعم يصير تكرار، يعني كثير بنسمع من دكاترة التجميل أنه الصبية يعني كل شهرين أو ثلاثة عم ترجع تطلب تعمل أنه خيوط للعين، خصوصا مشان تحصل على مقاييس جمال معينة هي حاببتها. هون بيكون موضوع عادي حساس ولا لا؟ كترته لازم يكون في اعتدال فيها، والعين بيختلف عن الخد أو إذا بنحكي عن الدقن. هلأ أهم شيء الاستطباب. من ناحية الأمان آمنة جدا إذا انحقنت بإيد خبيرة طبعا. صحيح. هلأ نفس الخيطان اللي من مخصصة لشد الوجه، نفس الخيطان تستخدم لرفع الحاجب او للكات ايز او الفوكس ايز. يعني انا لما تشد عين، يعني جلدة العين لما انا عم حاول دائما بالخيطان ما بتتاثر كمان على ترهل الجلد؟ ابدا، احنا شغلنا مو هون، احنا شغلنا هون رفع الحاجب. السلبيه الوحيده الى انه اولا اكسبنسيف غالي، ثانيا ما بتطول، يعني ماكسيموم 3 شهور. صحيح. لهيك انا شخصيا من تجربتي بحب رفع الحاجب بالبوتوكس اكثر، افضل. اما يعني ما بتطول شهرين ثلاثه وبتروح وبدها ترجع تكررها. هي هي السلبيه الوحيده. تمام. اما شد الاجفان هي عمليه مختلفه طبيه، غير يعني في عالم يعني بيعملوها لانه لازم يعملوا شد الاجفان، ولكن اليوم عم الناس هيك عم تتوه على اي اختصاص يروحوا لشد الاجفان، عينيه ولا تجميليه؟ هلا اذا ضلت ضمن سياق العينيه والتجميليه مو مشكله يعني، بس هلا نتيجه الفوضى العارمه طبعا والاعتداء على مهنه التجميل، يعني الحقيقه صارت شغله المال وشغله. شد الاشفان هي اذا جيتي للواقع هي اختصاص الجراحه التجميليه، الا استطباباتها تجميليه بالمطلق، الا ببعض الحالات اللي بتكون كثير شديده وبتاثر على مدى الرؤيه، ساعتها لا لازم تنقام. وشد الاشفان العلويه والسفليه نحن بنفضله يكون بالمشفى لانه مزعج نوعا ما يعني، فهلا في اطباء كثير عم يعملوها بالعيادات، لكن الافضل هو تحت التخدير العام، خاصه اذا المريضه بدها تعمل علويه وسفليه. بالنهايه يعني احنا بننصح مريضتنا انه اذا بدك تعملي فوق وتحت فلازم يكون في فاصل بيناتهم اسبوعين، هذا افضل، او اذا مثلا مستعجله او عندها سفر فلا تحت التخدير العام. اشرت لنقطه كثير مهمه دكتور، الفوضى العارمه اليوم بعالم التجميل، قديش مهم اليوم الصبيه يمكن تحسب 1000 حساب وتاخذ 1000 استشاره قبل التوجه لطبيب التجميل، لانه في اعتداء على هي المهنه بشكل كثير كبير، والموضوع صار تجاري. يعني عم نشوف مراكز تجميليه بيقول لك انا حاصل على شهاده هو بالاساس يعني بس متعلم كيف يضرب الابره، قديش مهم هون لحتى ما تتورط، لانه حتى على السوشيال ميديا بنشوف حالات فعلا مؤلمه، يعني حدا راح يعمل بوتوكس طلع البوتوكس تشوهات بالفيلر. قديش مهم اليوم لكل الصبايا وخصوصا الصغار، يعني عم نشوف في هوس كثير كبير بالتجميل، خصوصا لانه الانستا هو بس فقط
ابراز المظاهر وقديش الناس حلوه وقديش فيها بتعتني بنفسها، في تاثر كثير كبير على جيل اليوم من الصبايا والشباب، بس انه كل حدا لازم يعتني بجماله، بس قديش مهم نستشير انه نروح على عند دكتور تجميل مختص، وبنفس الوقت يعني حتى التكلفه بتبين معه، لانه في ناس بتقول لك هذا رخيص، هذا رخيص مو لانه عم يعطيك مواد صحيحة، هذا يمكن لأنه ما معه شهادة مركزه تجاري. فهي خلينا نعطي هيك بعض فينا نقول النصائح لكل الصبايا والناس اللي عم يشاهدونا. هلأ الفوضى العارمة بمجال التجميل الحقيقة يعني هذا حديث كثير طويل يعني صحيح. للأسف يعني، وأنا باعتقادي يعني لازم وزارة الصحة تحط إيد على هذا الموضوع، لأنه الديفويات اللي عم نشوفها أو الكوارث خلينا نقول اللي عم نشوفها يعني صحيح. بيجيك واحد عامل دورة يومين بيقول لك انا خلص صرت اخصائي تجميل يعني، او ممكن صبيه تداوم شغل بمركز تجميل خلص صارت بروف بالحقن او شيء. هلا رح احكي لك عن تجربتي انا يعني. لي صديقه حتى من وسطكم الاعلامي يعني كانت عم تصور بمركز مركز معين يعني، فلما خلصت حبوا يقدموا لها هديه فيلر، انه نحق لها فيلر. المهم بلا طول سيره حقنوا لها بالشفاف فصار تحسس ووزمة شديدة عندها، استشارتني عالجناها طبعا وتم الأمر. فأنا فسرت الموضوع مثل ما عم نشوف طبعا أنه نتيجة استرخاص المواد والموضوع صار تجاري يعني، صار البيشنت هو هدف لهالمراكز. والمشكلة أنه حتى اللي بتعمل دعاية للمركز بتقلك أنا مجربته وكتير ظريف، وهي فقط ما بتكون مجربته ولا كتير ظريف، بس هي قابضة على هذا الإعلان يعني، هي بتكون شريكة للأسف يعني. يعني هلا فتي هون بجروبات التجميل يعني فوتي على جروبات تجميل صحيح. جروبات اشاطي وما بعرف شو، ولا انه والله انا عملت عند فلان وعملت على علان وكذا، هذا كله مقبوض يعني صحيح. يعني الناس لازم تبلش توعى لهي القصه انه انت عم يعاملوك كسلعه مو صحيح. مو كمريض يعني. وهون انا يعني بس بتوجه يعني انه هذا الموضوع لازم شوي يتابع من قبل وزاره الصحه يعني. هلا مثل ما انكم شايفين الفوضى يعني بين مركز التجميل ومركز التجميل، صار في مركز تجميل صحيح. اوكي ما لنا ضد، جيبوا اطباء اخصائيين لهالموضوع يعني، ما تخلوا جمال الصبايا او بشرات الصبايا او لعبه تماما يعني. احنا عم نشوف الكوارث اللي عم تصير. مثال صغير يعني بجيبوا الفيلر المعد فيلر البضي مثلا او فيلر الدارير يعني، هذا بيجي ب 60 ملي بعبوه كبيره بسحبوه وبحقنوه بالوش وحتى بالشفاف طبعا يعني صحيح. ما بيصير يعني، هذا الموضوع بده التزام اخلاقي نوعا ما. وهلا انا بحمل الحق بالنهايه كله للصبايا يعني، بالجمال ما لازم الواحد يسترخص ابدا يعني 100%. دكتور بنهاية حديثنا هيك خلينا بس ننوه، هل صحيح في أنواع فرنسية وكورية وما بعرف شو أنواع عديدة، وهل صحيح في مدة زمنية لفتح الإبرة؟ يعني منشوف في دكاترة كتير أنه إيه أنا بعمل لك 5 نقاط بوشك بوتوكس، هل هذا الشيء صح ولا لا؟ خلص الإبرة إبرة البوتوكس انفتحت لازم تنحط كلها أو حسب التخزين؟ في مدة زمنية بالبداية؟ تماما. هلأ إبرة البوتوكس هلأ الحمد لله أنه صارت بقى مسموح باستيرادها من قبل الدولة، هو بتضمني أنه شغلة جودة تماما. أما الأنواع الموجودة بالسوق خلينا نكون صريحين يعني، فرنسي وسويسري وكذا هذا كله حكي فاضي يعني. بالبلد عنا نوعين لا ثالث لهما، صيني وكوري. الفرق بيناتهم الصيني أو الكوري خلينا نقول هو هيومن، المستقبلات تبعه والبروتينات تبعه أكثر مزوجة هو بيكون؟ لا نسبة التحسس عليها 0%. الأنواع الصينية فيك أنت تحطي الستيكر اللي بدك إياه يعني. هو الكوري بضاين أكثر شيء صح؟ لا الصيني الحقيقة كان ضاين، الصيني بضاين أكثر، أما الكوري مثل ما قلت لك نسبة التحسس عليه هي 0%. البوتوكس عالميا من 4 إلى 6 شهور لازم إبرة البوتوكس تكون محفوظة بالثلاجة، بس متى ما انفتحت وانحقنت فورا يعني منقول معها تقريبا شيء اسبوع محفوظة بالبراد وليس بالثلاجة، معها اسبوع ممكن انك تروتشي فيها او شيء، اما بعد هيك خلاص صارت على الكب. طيب كل قديش بتنصح الصبايا يعملوا بوتوكس او فيلر؟ يعني احيانا عم يكون في مبالغة يعني، اليوم عم نشوف في مبالغة بعمل التجميل، وفي كتير من الصبايا والسيدات كتير عم يبالغوا بالتعامل مع المواد التجميلية. كل قديش للحفاظ اساسا على نضارة البشرة؟ يعني انت دكتور امراض جلدية بنعرف حتى البشرة بتتعب حتى لو كان هي المواد صحية، قديش بقدر انا احافظ عليها؟
هلا القصة بالاستطباب. يعني احيانا تجيك صبية عمرها 35 سنة ما في ولا خط بجبهتها، ما عندها رياكشنات قوية يعني اثرت على موضوع حسب الحال تماما. فالموضوع استطباب. كل صبية متى ما حست انه صار في ديفو عندها تتوجه لعند اخصائي جلدية او جراحة تجميلية، طبعا ملعبهم هي القصة، فتاخذ وتعطي معه. يعني هلا ما في صبية معنا حلوة، صحيح، ما في صبية ما عندها لمسة جمال بوجهها، صحيح. فالطبيب الأخصائي هو الأقدر أنه يضوي على هالمنطقة عندها ديفو معين يصلحه، ويتناقش هو وياها يعني بهالموضوع، ولا تسلم حالة لأي مركز تجاري أو أطباء غير اختصاصيين. نعم دكتور أحمد صالح، بالختام نشكرك كثير، شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا إياها، والصحة والسلامة لك لنا. شكرا، يسعد صباحكم. شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي لور خضور. صباح الخير لور. يسعد صباحك نور، يسعد صباحك ليا. موجز لآخر الأخبار بعد الفاصل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تكرار قطع المياه عن أكثر من مليون مواطن سوري في الحسكة وما حولها ما هو إلا لعبة دنيئة ولا إنسانية من قبل ميليشيا قسد الانفصالية والاحتلالين الأمريكي والتركي. وقالت الخارجية والمغتربين أن تكرار قطع المياه يمثل عقابا جماعيا بحق المدنيين وخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن، وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأضافت أن سوريا تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك لوضع حد فوري لكل هذه الانتهاكات التي لم يعد من المقبول السكوت عنها. كثفت قوات الاحتلال الأمريكي عملياتها في سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة بالتعاون والتنسيق مع ميليشيا قسد المرتبطة بها. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت دفعة جديدة من النفط السوري المسروق عبر 76 سهريجا إلى قواعدها شمالي العراق من معبر المحمودية غير الشرعي. بدأت قمة العشرين أعمالها في منتجع نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا، حيث يبحث القادة أبرز التحديات في العالم. رئيس القمة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمل أن توفر القمة فرصة لبعض أكبر القوى في العالم لتنحية الخلافات جانبا من أجل التركيز على معالجة التحديات العالمية الملحة للمخاطر الصحية المستمرة لجائحة كورونا والركود الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تركز القمة على الأمن الغذائي وبحث أزمة الطاقة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. وللقمة أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، أحد أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية والطاقة في العالم، التي يرأس وفدها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وعلى هامش القمة، دعا الرئيس الصيني شي جينغ بينغ المجتمع الدولي إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام. وقال جين بينغ في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بالي بأن الصين مع وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام، وعلى المجتمع الدولي تهيئة الظروف لذلك. وصلنا لختام الموجز، عودة إليك نور. شكرا إليك لور. أما هلأ مشاهدينا بنروح لمحطتنا الأسبوعية مع أحوال الطقس. أكيد هلأ معنا عبر الاتصال الأستاذ حسان الجردي لنعرف آخر تطورات الطقس لهيدا الأسبوع، كيف رح تكون الأجواء؟ في مطر، رح يكون في برودة، عم نلمس اختلاف بالجو كتير كبير، عم يكون في سقع الصبح برد بالليل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك. يا هلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا فيك استاذ حسان. بالبدايه خلينا نتعرف كيف رح يمضى الطقس لبقيه الاسبوع، وهل انخفاض درجات الحراره رح تستمر؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لك للكادر للاخباريه السوريه. حاله عدم استقرار وبطولات مطريه غزيره هي اللي بتميز الايام الباقيه من هيدا الاسبوع، تستمر معنا حتى يوم السبت بإذن الله تعالى. الهطولات بتكون عامة وشاملة، حالة عدم الاستقرار رح تكون ذروتها انهار بكرة. بتميز بهطولات بتكون غزيرة نوعا ما، مصحوبة بالحبات البرد والعواصف الرعدية ببعض الأحيان. هلأ امبارح كان في هطولات مطرية بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية والعاصمة دمشق، وصولا إلى المنطقة الوسطى بلغت بالعاصمة دمشق تقريبا 4.5 ملم، بمحيط مطار دمشق الدولي 1 ملم، بالقنيطرة 1، بدرعة 5، بمدينة حمص 3.5 ملم. الهطولات بتستمر معنا خلال الأيام القادمة مثل ما ذكرت بفعالية جوية نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي سطحي من الجنوب عم يترافق مع تيارات جنوبية غربية بمقدمة امتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا. هيدا المنخفض رح يتعمق نهار بكرة، بيكون عبارة عن متأثر بمنخفض بيسد بكافة طبقات الجو لتكون تحت فعالية حالة عدم استقرار متوسطة الشدة. ذروتها نهار بكرة بتؤدي لها طولات مطرية ونشاط بسرعة الرياح. نهار الأربعاء اللي هي يوم الذروة بتتجاوز الرياح الجنوبية الغربية 50 كيلومتر بالساعة الهبات ببعض الأحيان، بالإضافة إلى غزارة بالهطل المطري وانخفاض بدرجات الحرارة لتكون الحرارات أدنى من معدلاتها بمختلف المناطق والمدن السورية، تقريبا من درجتين الى 3 درجات ببعض المناطق تحديدا بالمرتفعات الجبليه. بشكل عام الاجواء اليوم عم تكون غائمه جزئيا، والفرصه بتضلها جيده لهطولات مطريه على شكل زخات متفرقه من المطر، تكون مصحوبه بالرعد احيانا خاصه بالمنطقه الشرقيه والجزيره والشماليه. بعد الظهر والمساء الاجواء بتكون جيده بالمنطقه الوسطى وبتكون فرصتها افضل من الفرص الباقيه، اما الرياح عم تكون جنوبيه شرقيه الى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة أحيانا، وجنوبية غربية بالمنطقة الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهار بكرة الأجواء غائمة ماطرة على فترات، بيكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا. بنحذر من تشكل السيول بالأماكن المنخفضة والوديان نتيجة غزارة الهطل المطري، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، وبعد بكرة بتكون أدنى من المعدل تقريبا من درجتين تحديدا لثلاث درجات بالمرتفعات الجبلية. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 20/9، القنيطرة 18/9، القلمون المرتفعات الجبلية 14/6، درعا 20/10، السويداء 18/8، المنطقة الوسطى حمص وحماة 21/10، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 24/12، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 24/14، بالشمال حلب وإدلب 20/11، دير الزور المنطقة الشرقية الرقة البوكمال 24/14، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 20/12، بنتيجة حالة عدم الاستقرار اللي عم نتأثر فيها من وجه حزمة من التحذيرات أهمها تشكل السيول بالأماكن المنخفضة والوديان نتيجة غزارة الهطل المطري ونشاط سرعة الرياح المترافقة مع الهطول المطري الغزير، بالإضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بالبادية السورية والمنطقة الشرقية نتيجة الغبار المسارة بسبب النشاط بسرعة الرياح اللي بتكون تحديدا نهار بكرة الأربعاء. طيب أستاذ حسان، سريعا يعني قلت رح يكون في عدد من الهطولات المطرية ورح يكون في مطر غزير بكرة ونشاط للرياح، بالمنطقة الساحلية رح يكون موضوع أقوى مختلف عن المحافظات الأخرى؟ هلا بالساحل رح يكون الهطل المطري مختلف عن باقي المناطق، لأنه بالساحل وبالشمال وبالجزيرة رح تكون الهطولات جيدة بالنسبة لحالة عدم الاستقرار اللي احنا عم نتأثر فيها. تستمر معنا بالساحل السوري حالة عدم الاستقرار حتى يوم السبت بإذن الله تعالى، أما بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية الفعالية بتخلص وبتنتهي انهار الخميس، بتصير فعالية ضعيفة جدا والفرصة بتكون محصورة بشكل خاص بالمنطقة الساحلية ليوم السبت. نعم أستاذ حسان، نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى لك نهارك سعيد يا رب، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يسعد صباحك ميثاق. شكرا لك المتنبئ الجوي حسان الجردي. اما هلا بننتقل لطمحتنا العالم
على في موسم زيتون هلا ان شاء الله. يعرفوا الحمد لله السنه في خير كثير، بدهم يعرفوا اذا في امطار وايمتى يكفوا شغل. اكيد يعني. الله يبعث الخير، ما في احلى من الخير والمطر يا رب، هيك مع الهطولات المطريه يغسل قلوب كل الناس من الوجع والهم والالم. تكون عم نبرد كثير، ما في مازوت يعني؟ ما في هيك ان شاء الله يعني تتحسن الظروف كلياتنا، تكون ظروفنا احسن. اما هلا بننتقل لمحطتنا التاليه مع عالم الصحه النفسيه. كثير من الاهالي بيهتموا بصحه اولادهم ورعايتها، لكن الصحه النفسيه هي اهم جزء من هي الرعايه. كيف فينا نهتم بصحه اولادنا النفسيه؟ كيف فينا نزرع الثقه بشخصيتهم؟ كثير من العوامل بتاثر، مو فقط اذا امنت له الغذاء والمسكن والدراسه، في رعايه نفسيه هي جدا مهمه بتاثر ببناء شخصيتهم. نحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الدكتور ايمن السمان، ماجستير ارشاد اجتماعي وحمايه الاسره. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. الله يسعد لي اوقاتكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. بالبدايه يعني خلينا نعرف باي عمر نحن بنبلش زرع جذور صحيحه لاطفالنا لحتى يكبروا بيمتلكوا ثقة، لتكون شخصيتهم موحدة، مو عندهم شخصيات متعددة إن كان بالبيت أو برفقة أمهم أو برفقة أبوهم أو خارج المنزل. فبأي عمر نحن بنعطيهم هذا الأمان لحتى يكون عندهم الثقة وكيف؟ الله يعطيكم العافية. هلأ بجوز تستغربي من جوابي، قصة تربية الأطفال بشكل عام وزرع الثقة فيهم وتنشئتهم بشكل سليم بتبلش من وقت اختيار العريس للعروس تبعه. فهذا الاختيار إذا كان مبني على أسس سليمة، في توافق بين من الاثنين. من يس اختيار العروس مو اختيار العريس؟ الاثنين شركاء. الاثنين طبعا. أكيد بيختاروا بعض. فإذا كان هالاختيار على أسس سليمة، الاثنين واعيين وعندهم خبرة بالحياة وعندهم يعني مؤهلين. هلأ شلون الإنسان لما بده يسوق سيارة بيقولوا له أنت لازم تعمل دورة سواقة؟ فإنشاء الأسرة أهم بكتير من سواقة سيارة أو الشغل على الكمبيوتر. شلون نعمل دورات للكمبيوتر عشان نعرف نشتغل عليه؟ كمان إنشاء الأسرة، هذا الاقتراح كثير مهم كثير بمجتمعنا، انه ينعمل دورات تاهيليه للمقبلين على الزواج، تاهلهم لحتى ينجبوا ابناء ويربوهم بطريقه عندهم سليمه وعندهم ثقه بنفسهم ويعني عندهم مؤهلين من كل النواحي، ثقه بالنفس وغيرها وغيراتها من النواحي الثانيه. فمن هون من هذا الوقت ببلش يعني من عند لحظة تأسيس الأسرة. خلينا ننتقل لكن للأبناء. يعني إذا الأم عندها هي الثقة والأب عنده هي الثقة وفي توافق وفي سلام بقلب المنزل، أطفالنا منجيبهم على هالحياة. يمكن عندنا ظروفنا ما بتساعدنا أنه نعطيهم الشيء اللي أخذناه نحن بذكرنا، يوم كيف فينا هيك نعوضهم نزرع لهم هي الثقة جواتهم؟ هلا قبل ما اقول لك يعني كيف بنزرع الثقه، خلينا نحكي شو هي الثقه. اوكي. الثقه هي قدره الانسان على الاعتماد على نفسه والايمان بقدراته ومعرفه نقاط القوه بشخصيته والاستفاده منها بشكل حلو مفيد له لغيره للمحيطين فيه، ومعرفه نقاط الضعف، نعرف نقاط ضعفنا كمان مشان نصلحها، مشان نقويها اذا عندنا نقطه ضعف معينه، مثلا ضعف بمشكله معينه بنقويها. فالانسان معرفه هالنقاط القوه والضعف بتخلي الانسان قوي ويقدر يواجه مشكلات الحياه، يقدر يحل مشاكله، ينجح بحياته، يحقق اهدافه، يكون انسان ناجح بحياته من هو طفل بالمدرسه لوقت لاخر عمره. فنحن كيف بدنا نزرع او شلون بدنا نزرع هالثقه بالنفس؟ مثل ما قلتي حضرتك، بينزرع الثقه بالنفس بتنزرع من اول 5 سنين بحياه الطفل. معروفه هي بعلم النفس انه اول 5 سنين هن اهم مرحله بحياه الطفل، بينزرع فيها حسب اسلوب التنشئه اللي بيتبعوه الاب والام والمحيطين الاقارب اللي محيطين بالطفل.
فحسب اسلوب التنشئه، اذا كان اسلوب التنشئه بيزرع الثقه بالنفس مثلا بالمحبه بالتشجيع بالكلام الحلو بالتقدير بالتنميه المواهب مثلا، فاذا كان هالاسلوب التنشئه بيعمل هيك فاكيد لهتنزرع لهيطلع عنا طفل واثق بنفسه ناجح متفوق، مثل الطفله الشام اللي البطله اللي فرحت يعني قلوب بلد كامل بتفوقها وبثقتها بنفسها. برايك هالبروباغندا الكثيره وهالاضواء الكثيره هي ما حتاثر على نفسيتها؟ يعني بنشوف يعني انه كثير صار عندها هالانترفيوات، صارت ضجه كثير كبيره بعدها بنت يعني عمرها 7 سنين، يعني في شيء بجوز مخها ما يقدر يتقبله. صحيح. يعني اكيد كلنا كثير فخورين فيها وكلنا كثير انبسطنا اكيد بالشيء اللي حققته، بس كمان الشيء الزايد ما بدنا يقلب ضدها لهالبنت يلي هي تفوقت. اكيد هلا الثقه بالنفس، هلا هي عندها ثقه كبيره بالنفس وناجحه كثير ومحبوبه كثير بس يعني هي انسانه بنفس الوقت متواضعه. يعني هلا هو الصح كثره الاضواء والمقابلات وكذا احيانا هلا بتعمل الثقه الزايده بالنفس احيانا يعني بتصيب الانسان، نحن طبعا ما عم نحكي عن شام هلا عم نحكي بشكل عام، بتصيب الانسان احيانا بالغرور. يعني مثلا الثقه الزايده لازم تكون الثقه معتدله، يعني الواحد لا يفرط فيها ويزودها ولا يكون والله يزل حاله ويكون متردد وخايف. طيب دكتور، يعني لما نقول يعني قلت ببدايه حديثك هي ثقه بالنفس من خلال رعايه الاهل الاب والام للطفل كيف بيرعوه اول 5 سنوات، لكل الاسر اللي عم تتابعنا اليوم لكل زوجين اليوم مقبلين انه ينجبوا طفل، خلينا نعطيهم خطوات اساسيه، يعني احنا عم نحكي عموميات بس خليني اعطي خطوات. يعني انا اشتغل 1 2 3، انا بدي بلش مع ابني من اول ما يخلق، بنعرف اول 5 6 سنوات هي بتاثر على شخصيه الطفل. اي حد عنده مشكله نفسيه بيقول لك الدكتور انا برجع لطفولته فورا. صحيح. لانه اكيد هي مشكله مرت بالطفوله. كيف فيني انا بلش مع الطفل من سنوات؟ لانه اليوم مختلف، يعني كيف بدك تزرع الثقه؟ اليوم بتشوف اهل متشددين، لا اهل بيدللوا، تربايه الطفل اليوم مختلفه عن التربايه سابقا. كيف يعني خلينا نبلش مع الأهل خطوة بخطوة فعلياً ازرع الثقة بالنفس؟ لأنه اليوم في أي حدا ممكن يتنمر على الطفل ويأثر عليه بالمدرسة، ما في الضوابط الأخلاقية اللي كانت موجودة سابقاً عنا بالترباية مع أهلينا. هلا هو أول شيء بالنسبة للأهل لازم مثل ما قلنا التخطيط السليم لأي عمل يعني هو بيؤدي لنجاحه. فالأب والأم إذا كانوا مؤسسين مظبوط والأسرة يعني متحابة وسليمة وفي مودة ورحمة بين الأب والأم، فأكيد إذا خططوا ل يعني إنجاب طفل أو طفلة يعني ناجحة بحياتها بيربوها تربية سليمة أكيد له ينجح هذا العمل. فالتخطيط هو أهم خطوة بالبداية، أن يكون في خطة أنه نحن والله بدنا ننجب مثلا طفل طفلين بدنا نربيهم بهالأسلوب كذا. الاتفاق هذا والمحبة والمودة أهم شيء بين الزوجين. يعني اجى الولد كيف بده يتعامل معه بطريقه صحيحه سليمه نفسيا؟ هلا نحن اهم شيء بالنسبه عنا بالبدايه لتعلم اي شيء ولغرس اي شيء بالابناء هو الاحترام. الاحترام والتقدير والتوقير، لما الاب والام يحترموا ويقدروا مواهب اطفالهم مثل ما قلنا بيقدروا نقاط القوه فيهم بيبنوا عليها بيقووها، سواء كانت مثلا جسمية مثلا برياضة معينة بقراءة بعلم بفن بموسيقى أي كان. فنحن كل ما احترمنا الاحترام هو أساس التعلم، يعني بشكل عام للأطفال وللكبار وللصغار. فالإنسان بقدر ما بيحترم المتعلم المعلم سواء كان أب أو أم أو مدرس بالمدرسة. فمحدين ابن عربي الشيخ محدين بيقول لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق. يعني الإنسان
الاحترام هو أساس التربية وأساس التدين وأساس التعامل السليم بين الأب والأم مع أبنائهم. فهذا بالبداية، وتقدير هالمواهب اللي عندهم. لا يسخر قوم من قوم. في كثير أب في 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 كثير أبهات للأسف بيستهزئوا بأبنائهم، إنه والله يروح أنت كذا ما بيطلع معك شيء، أو بيسبوهم بألفاظ سيئة مثلا، يا غبي البعيد أو كذا. فهي الألفاظ بتحطم نفسياتهم، السخرية منهم بتؤدي لأضعاف ثقتهم بنفسهم. هلأ الخطوة الثانية اللي مهمة كثير هو الكلام. الكلام، الكلمة، قوة الكلمة. طيب. أنا بتمنى شي مرة بمقابلة خصوصي نحكي عن قوة الكلمة. الكلمة يعني أحيانا الإنسان بيلفظها، سواء الأب لابنه أو الأم، أحيانا بتخلق منه إنسان جديد، بتعمل منه إنسان عظيم، وأحيانا بتدمره كلمة واحدة بتحكيها الأم أو الأب. فشفنا مثلا ابرز مثال، هلا نحن عندنا مثال جديد بحياتنا هلا اللي فرحنا مثل ما قلنا بشام، البطله الحلوه اللي فازت، تنشئتها كانت بناء على ام. الام شوفوا عظمه المراه وعظمه الام، اللي هي يعني اجمل هديه الله عز وجل خلقها للبشريه هي الام. هي اللي بتبني الانسان، وهي اللي بتنشئه تنشئه صالحه. فغير شام، أديسون مين اللي عمله؟ طردوه من المدرسة وقالوا له أنت مريض نفسي. المدرسي مين اللي بنى أمه؟ قالت له أنت عبقري، أنا اللي هدرسك. بالمدرسة ما في مدرسين يقدروا يدرسوك، أنا بدرسك. وطلع أعظم، حولته من 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 مريض نفسي بنظر المدرسة والمدرسين، حولته لأعظم عالم عنده أكثر من 1000 اختراع. هاي الكاميرا اللي عم تصورنا هو مخترعها، المصباح، وعنده أكثر من 1000 اختراع. مين؟ الكلمة، كلمة أمه هي اللي زرعت فيها، الأم وكلامها الحلو هي اللي زرعت الثقة فيه وخلته يتحول من غبي بنظر المدرسة لأعظم عالم. فالكلام عنا تنمية المواهب. فالطفل من أول ما يولد عنده مواهب. كل طفل عنده الله عز وجل جهزه بميول معينة، مواهب معينة. فنحن الأب والأم الأذكياء هن اللي بينموا هالمواهب، سواء كان رياضة مثلا، بيلاقوا طفل جسمه قوي رياضي مثلا، خرج يكون رياضي، عنده مواهب مثلا بالقراءة بالشعر مثلا. في عنا الإناث مثلا، الإناث دائما الإناث الله عز وجل عطاهم موهبة بالتعبير وبالقراءة وبالهية، يعني مو بس شام، حتى الإناث بشكل عام عندهم موهبة بالكلام، بيحكوا، لذلك البنات بتحكي قبل الذكور. فبتلاقي مثلا رعاية هالمواهب، سواء كان رياضة، سواء شعر، موسيقى، رسم، فن، أي شيء، بيؤدي لزرع الثقة بنفوس هالأبناء تبعنا. في عنا الرياضة، الرياضة بشكل يعني المواهب بشكل عام والرياضة بشكل خاص، من أهم الوسائل لزرع الثقة بنفوس أبنائنا، خاصة بعض الرياضات. أنا مثلا لا تواخذوني، أنا مثلا أنا مدرب رياضة بالإضافة إلى اختصاصي العلمي، مدرب رياضة وسباحة. السباحة الرياضات بشكل عام بتعطي ثقة بالنفس، والسباحة خصوصا بتعطي ثقة بالنفس قوية. ليش؟ لأنه أساس السباحة يعني الإنسان بيفوش بالمي إمتى؟ لما تكون عنده ثقة بنفسه، لما يروح الخوف من المي. فالطفل لما نحن نعلمه سباحة مثلا بعمر صغير مثلا 3 سنين أو 4 سنين أو 5، فبتلاقي بتعطيه شجاعة، بتعطيه قوة، بصير عنده ثقة بنفسه أنه أنا قوي، أنا بقدر أسبح، بقدر خوض المي وروح لمكان بعيد وكذا. فالرياضات والمواهب هي كتير بتأثر بزرع الثقة بولادنا ونجاحهم. طيب، شو هي أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهل؟ يعني كثير من الاخطاء الشائعه ما بينتبهوا، لانه بيتصرفوا مع اولادهم بيعتبروا انهم عم يتصرفوا بطريقه صحيحه، لكن بتاثر على نفسيتهم وشخصيتهم بشكل كبير. من اهم الاخطاء اللي بيرتكبوها الاب والام او حتى المحيطين احيانا المدرسين او كذا، هي مقارنتهم بغيرهم. اللي هذا بيروح ثقتهم بنفسهم، بيضعف ثقتهم بنفسهم، بيقولوا له مثلا شوف اخوك احسن منك، شوف ابن الجيران طلع احسن منك، والله اشطر منك. هذا أكبر غلط بيرتكبوه الأب والأم. المقارنة مع مين لازم تكون؟ مع نفسه. يعني المقارنة السليمة بيقولوا له أنت
كنت من قبل احسن من هلا، بدنا اياك ترجع مثل الاول. هي المقارنه السليمه لما بده يقارنوا بشيء معين. اما مثلا مجرد ما قالوا له يا الله شوف اخوك، بصير بقى بتقل ثقته بنفسه وبصير بيحقد على اخوه، بيغار منه، بيحسده كذا، او من رفيقه او من جاره. فهي من اهم الاخطاء اللي بيرتكبوها. طبعا مثل ما قلنا الاستهزاء ب يعني قدرات ابنائهم، بيستهزئوا فيها احيانا بالالفاظ السيئه، يا غبي البعيد او يا كذا. هي من 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 اكثر الاغلاط اللي بيرتكبوها الاهل، بتحطم نفسيه الطفل وبتقلل ثقته بنفسه. لكن نحن بدنا نتشكرك كثير على كل شيء قدمت لنا اياه، ونتمنى التربيه الجيده والصحيحه وتعزيز الثقه بالنفس لدى ابنائنا، لانه اكيد الثقه بالنفس هي مجتمع بحاله. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك. اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحافظه الحسكه لتكريم فينا نقول بعض ذوي المهارات الخاصه. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. تحت عنوان نوافل الامن، اقام فرع الاتحاد الوطني لطلبه سوريا في الحسكه فعاليه كرم خلالها عددا من طلبه كليات جامعه الفرات ذوي الاحتياجات الخاصه. خلال حفل التكريم اكد محافظ الحسكه لؤي صيوح على ان الفعاليه تعكس اهتمام وحرص الدوله السوريه على كافه ابنائها. وهذا التكريم يعني تكريم منهم إلنا، لأنهم هن عبروا عن إصرارهم وعن عزيمتهم وعن حبهم وعن ولائهم لوطنهم، أنه هن ما يبقوا عالي على المجتمع وإنما هم أصبحوا فاعلين وبنائين في هذا المجتمع. من جهته بين أمين فرع الحسكة لحزب البعث تركي عزيز إن التكريم استهدف الطلبة الذين تحدوا وأصروا أن يكونوا فاعلين في المجتمع رغم جميع الصعوبات. حقيقة أنه كان هو تحدي، وكان في إرادة قوية عن ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يندمجوا بالمجتمع. فالكل القيادة السياسية والإدارية في هذه المحافظة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة الأهمية الخاصة من أجل المحافظة على هذا التفوق وعلى هذا التميز. رئيس فرع اتحاد طلبة الحسكة علاء الطلاع أشار إن المبادرة هي للفت الانتباه إلى الطلاب الذين يحتاجون معاملة خاصة وأعطائهم حقهم بالشكل الصحيح. اليوم يمدونا فعلا وحقيقة بالأمل الحقيقي لأنه نحن قادرين نستمر ويكونون ضمن المجتمع ونصورهم بالطريقة ونعطيهم حقهم بالشكل الصحيح. إعاقتي ما كانت إعاقة قدامي، وإن شاء الله أوصل لأهدافي وأحقق إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله راح أكمل وراح ثابر إلى الأمام. وأنا بشكر كل القائمين على هذا التكريم يلي أعطونا خطوة إلى التقدم. إن شاء الله سنبقى مستمرين بالمحافظة على تحصيلنا العلمي. الفعالية تضمنت تكريم 15 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أثبتوا تفوقهم وقدرتهم على متابعة تحصيلهم العلمي. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة. ومتابعين نور بي صباحنا لليوم، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة مع ضيفتنا بحلقتنا لليوم. موضوعنا اليوم رح نتعرف أكثر شو هو تعريف الغائب ومن هو المفقود، وهل يوجد اختلاف بينهم وفقا للقانون السوري، وما هي الأحكام يلي بتسري على المفقود وكيف تتم. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع ونتعرف على تفاصيل بالقانون السوري مع المحامية رنا القصص. صباح الخير، صباح أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. بالبداية قبل ما نغوص بتفاصيل القانون، خلينا نعرف لكل المشاهدين شو معنات الغائب والمفقود والفرق بينهما. تمام. هلا الغائب هو الشخص الذي غاب عن موطنه او سواء عرف مكانه او لم يعرف مكانه الا انه على قيد الحياه. تمام. يعني فيني اني اوضح لك اكثر. يعني الغائب هو شخص منعته ظروف قاهره من الرجوع الى مقامه واداره شؤونه بنفسه او توكيل عنه. يعني هو هذا الشخص غاب لمده سنه، فهذا الغياب اثر عليه وتعطلت مصالحه ومصالح غيره. هذا بالنسبه للغائب. بالنسبه للمفقود هو الشخص الذي لا يعرف فيما اذا كان حيا او ميتا. حتى لو كانت حياته محققه
يعني حتى لو كان انه عرف انه هذا الشخص حي الا انه لا يعرف مكانه. فهون كانه توضح لنا اكثر يعني انه شو بين المفقود والغائب. الغائب سواء عرف مكانه او لم يعرف مكانه الا الشيء الوحيد اللي بنعرفه انه هو على قيد الحياه. الغائب انه على قيد الحياه سواء عرف مكانه او ما عرفنا مكانه. اما المفقود لا يعرف فيما اذا كان حيا او ميتا. تمام. خلينا نحكي يعني المفقود اذا عرف او ايمتى بيطلع في الحكم انه هو خلص هو ميت غير موجود بالحياه، واذا مثلا بعد السنوات المحدده من القانون السوري رجع ظهر المفقود شو هي الاجراءات اللي لازم تتخذ؟ تمام. هلا اول شيء انه اذا رجع المفقود، لا نحن ايمتى بنصدر حكم يعتبر انه هو خلص امتى يعتبر متوفي بحكم القانون؟ تمام. بعد كم سنه؟ تماما. هلا بالنسبه للمفقود او بالنسبه للمفقود انه بالاحوال العاديه مجرد انه اتم سن ال 80 من عمره يعتبر متوفي بحكم القانون. تمام، يعتبر متوفي بحكم القانون. بالاحوال الحاله الثانيه بحاله العمليات الحربيه والهلاك والحرب يعني اللي صارت في بلدنا، انه بيعتبر الشخص المفقود اذا مضى عليه 4 سنوات من تاريخ الفقدان فيعتبر متوفي بحكم القانون. يعني فهون لاحظنا هي نقطه مهمه لانه نحن تمام كثير مهمه لانه نحن بحاله الحرب كان في كثير من الناس حالات مفقوده الحرب تماماً. جدا وعادت يعني كان شخص سوري عليها انه هي متوفاه ورجعت. بس تمام. هون اذا قبل ما يعني قلنا 4 سنوات مرت على الشخص انه مفقود وقلنا توفى حسب تمام متوفى اذا رجع لانه في حالات صارت تمام. يعني بعد 6 سنوات عاد لانه كان مخطوف او تمام. اي حاله كانت هون كيف يتم التعامل معه؟ انه ممكن اقول لك انه بالنسبه للفقدان انه قبل ما انه يصدر حكم انه بينتهي موضوع فقدانه يا برجوعه او بموته. هي من ناحيه الانتهاء. هلا اذا رجع، هلا هون بدنا نفرق بين حالتين. هلا اذا رجع هذا المفقود من ناحيه نحكي عن الزواج، يعني اذا رجع ولقى زوجته متزوجه فاذا كانت هي الزوجه متزوجه وكان في دخول فتعتبر هي الزوجه زوجه للشخص الثاني زوجه للثاني. اما اذا رجع ولقاها متزوجه من دون دخول فهون بيعتبر العقد مفسوخ. تمام. وبتكون الزوجه للزوج الاول يعني للزوج المفقود. هي من ناحيه الزواج. هلا ممكن انه اقول لك من ناحيه الاثار الماليه الماديه تصرف بممتلكاته او ما هذا شخص انحكم عليه انه هو متوفي، يعني شخص بعد ما مر 4 سنوات اعتبرنا انه متوفي بحكم القانون. تمام. فهون ممكن انه يكون له حص ورثه ما شابه ذلك. تمام. فطبعا وقت صدر هذا الحكم هي الورثه راحت للورثه. فهون وقت بيرجع المفقود بحق له انه يسترد كل الاموال اللي بين ايادي الورثه كامله بين ايادي الورثه الا بحاله استثناء. يعني انه اذا كان بيت موجود لساته هو بالاصل له ايه بيرجع له، اذا كان في سياره لساته موجوده لو كانت بيد الورثه بيرجع له، اما اذا ما تم استهلاكه إيه؟ وما تم انفاقه طبعا هون ما بيضمن رجوعه. ليه؟ لانه وقت حصلوا هدول الورثه عليه حصلوا مو انه عن طريق الاختلاس، حصلوا انه لانه اعتبروا انه متوفي بحكم القانون وعطوه يعني واخذوا هدول الاموال، فما بتترتب عليهم اي مسؤوليه لانه هي كانت بحكم القانون. ما بيتم استرجاع بما يقدر بقيمته يعني ما لا لا ما بيضمنوا لا لانه تم انفاقه، لان انت وقت حصلتي عليه حصلتي عليه بحكم قانوني، يعني انه ما بيترتب عليهم اي مسؤوليه، مو هن اختلسوهم يعني اخذوهم بقرار قانوني وتصرفوا فيه بقرار قانوني، ما لهم عارفين انه ممكن انه يرجع هذا الموضوع. نعم. استاذ ريانا خلينا بس نوضح فكره، في كثير يعني هيك الله يحمي جميع الناس، ولكن في ظروف صعبه كثير مرقت علينا تسببت باذيه نفسيه واذيه جسديه للمفقودين يعني بسنوات طويله. تمام. طيب نحن من بعد ما تم اثبات انه هيدا المفقود هو على قيد الحياه و
وعاد إلى أسرته. حكينا عن الوضع الاجتماعي من الناحية الزوجية، وحكينا عن الوضع المادي والممتلكات، ولكن خلينا نحكي عن الوضع الصحي والوضع النفسي. في كثير من الأشخاص عادوا إلى عائلاتهم هن يمكن عندهم اضطرابات نفسية كثير قوية كثيرة، ممكن يكون عندهم تشوهات جسدية. خلينا نحكي يعني هون نحن كيف بناخذ بعين الاعتبار، هل بيسترجع او بيورات اذا كان عنده نقص بالشيء النفسي يعني نتيجه اثار الحرب او الخطف اللي تعرض له؟ هلا هو للاسف يعني انه مو بس هو اللي بيتاثر، يعني حتى كمان ممكن انه الزوجه تتاثر، يعني الزوجه كمان ممكن اني اقول لك وقت عم تلاقي انه زوجها غاب عنا لمده سنه تمام، وانه عم يتسبب هذا الشيء ضرر لها، فممكن انه تطلب من القاضي تطلب التفريق لعلة الغياب. يعني هي تأثرت من هذا الضرر، علما حتى لو كان هون مال، حتى لو كان مال عم تنفق منه، بس انه تضررت من هذا الغياب وطلبت الطلاق. ما بالك انه شخص كان مفقود، ممكن انه مفقود او انه اعتبرناه انه متوفي، مر عليه 4 سنوات وعاد زوجته ممكن انه تكون متزوجة، امواله ممكن انه يكون حصل عليها الورثه، ممكن انه تصرفوا فيها، ممكن انه استهلكوها، فحيكون انه التاثير اكيد نفسي كبير بالنسبه له، يقدر انه يرد يستجمع افكاره، يستجمع عواطفه، يستجمع الظروف اللي صارت معه. طبعا حتكون حالته النفسيه كثير كبيره، ممكن انه يحتاج حتى انه طبيب نفسي، يحتاج مراجعه، يحتاج اهتمام من الأسرة بكل المحيط تمام. يعني وإن شاء الله بتكون يعني الأمور، يعني هي بترجع بقى على حسب نفسية الشخص والمحيط. يعني القانون بيكون مع مين؟ مع الزوجة أو مع أهل البيت ولا مع المفقود؟ هلا هون على حسب، يعني هلا مثل ما عم أقول لك، يعني أنه زوجة وقت عم تتضرر من هذا الغياب عم يحطوا لها أحكام، عم يحطوا لها احكام، وهي تعتبر انه هي احكام خاصه بالنسبه للمفقود وللغائب، يعني حددوا لها احكام خاصه ومقرره من قبل القوانين. اذا لم توجد هذه الاحكام انتقلنا نحن للشريعه الاسلاميه، انه حددوا انه يا زوجي انه انت هي الاحكام، انه انت انزعجتي من موضوع انه غاب لمده سنه، فانت بحق لك انك ترفعي تفريق لعلة الغياب. اما اذا انه مثلا انه هذا الغياب ما اثر عليها، ممكن انه تضل هي زوجته ويضل الوضع يعني على 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 حاله، يعني انه هو لا انه القانون حط احكام بالنسبه لهي الزوجه، يعني عده خيارات مفتوحه. اكيد نتمنى كل مفقود وغائب يرجع لاهله، بس خلينا نحكي عن الشق المهني. يعني اي مفقود مثلا قلنا غاب ورجع وهو كان بيشتغل، هون كيف تكون تم التعامل معه؟ فيه يعود خصوصا بالدولة، يعني لما نقول هيدا الشخص اللي يمكن رجع بعد 4 سنوات 3 سنوات، احنا عم نقول حتى ممكن 5 سنوات، كيف بتم التعاون للعودة إلى وظيفته؟ لأنه هذا كمان شق كتير مهم. يعني في ناس بتقولك أنا راجعة ما بدي أخسر وظيفتي، بدي ترجع للحياة تندمج، ترجع تألف أسرة من أول وجديد. هلا هون بس بدنا ننظر انه هذا المفقود يعني بالنسبه لانه وقت بده يرجع، يعني هون بدنا ننظر انه في اشياء ممكن اثناء فقدانه تنعمل، يعني ممكن انه هذا الشخص قبل ما ينفقد يكون عامل مثلا وكاله عامه لشخص ما فانفقد، فهون ممكن انه في عنده امور مستعجله لازم انه تصير، فممكن انه يجي شخص ياخذ وكاله قضائيه لتصرف هذا الموضوع تمام. يعني نحن بدنا بس اي شخص مثلا موظف بالدوله انفقد ورجع، ما بيرجع بياخذ بيسترجع وظيفته؟ اذا شخص وكان موجود بالدوله لازم انه ينظر لوضعه، يعني انه شو سبب الفقدان، هل كان انه مسجون، هل كان بمكان، يعني شو هو سبب الفقدان، يعني هي تعتبر تسوية بتترتب من خلال الوظيفة تمام، مو بتترتب من ناحية الوظيفة، يعني مو من حالة تقديرية، هي من تترتب على حسب الوظيفة، لأنه هيدا يعتبر أنه ممكن أنه هو مستقيل، يعني أنه بمثابة المستقيل، لأنه هو صار له غايب 4 سنوات فممكن أنه يرجع ممكن ما يرجع، يعني بدهم يشوفوا شو الأسباب الأسباب، هل هو أنه مثلا وقت كان مثلا مفقود أنه إذا كان مجنون، هل هو أنه مثلا فعلا مجنون لسبب ما،
او لا ما له مشون سبب او مخطوف إيه بدهم يشوفوا السبب يعني على حسب هذا السبب يعني انا مو معقول اني رجع واحد مثلا ممكن انه تبين انه هو مثلا مجرم او انه تبين انه صحيح. هو عم يرتكب مثلا اعمال معينه رجعه للوظيفه فلازم انه من خلال البيان اللي ممكن انه يقدمه هذا الشخص بيتبين هاي النقطه نعم استاذ رنا خلينا كمان نضوي على نقطه في كثير من الاشخاص هن غادروا البلد هن وعائلاتهم ما ضل عندهم اي حدا بالبلد وممكن منهم رزق باطفال وقرر العوده الى الوطن هون الاطفال هن مسجلين بالخارج غير مسجلين بالداخل وفي ورثه بالنص هل يعتبر مفقود والورثه بتروح خلص ممكن للمزاد ممكن لا حدا من القريب البعيد او يؤخذ بعين الاعتبار انه لا هو موجود وشو هي الثبوتيات يلي ممكن يقدمها كأب كأطفال جدد خلقوا خارج الوطن ولكن لم يتسجلوا بالوطن تمام هلا هون نحن ما عم نحكي عن المفقود هون لكن عم نحكي عن الغائب الغائب اللي قلت لك انه ممكن انه يكون بوطن معين سواء عرف مكانه او لم يعرف مكانه بس انه الشيء الاكيد انه هو على قيد الحياه طب اذا كل عائلته برا مين بده يقرر اذا مفقود ولا غائب اذا كل عائلته برا يعني ما بيعرفوا مكانه ممكن يعني يعني سوريا إذا ما في حدا بيعرف اذا هو غائب ولا مفقود هلا نحن بيهمنا عائلته يعني مثلا هلا هو مثلا وقت بده يعني هل زوجته موجوده مثلا او اذا زوجته معه اذا زوجته معه فهو هون ينعرف مكانه تمام وقت بده يصير في اولاد وبده يثبت نسب هاي الاولاد على حسب الدوله اللي موجود فيها يعني اذا كان باي دوله عربيه او دوله اجنبيه بيقدر انه يثبت هاي الاولاد من خلال وثيقة الولادة تمام من خلال وثيقة الولادة بعد ما انه بتتصدق من كل السفارات المطلوبة والبلد اللي بيكون موجودة ممكن انه يرسل شهادة هاي الولادة وتتثبت هون بشكل تلقائي لانه هون نحن عم نقول لك غائب يعني غائب هو على قيد الحياة يعني هون ما اعتبرنا متوفي نحن ما عم نقول مفقود انه بحكم المتوفي وعلى فكرة حتى لو كان هو مفقود وبحكم المتوفي تمام حتى لو كان هو مفقود وبحكم المتوفي اذا كان في هون اطفال في مين ينوب عنهم يعني في شيء اسمه وكاله غائب يعني هي وكاله الغائب ممكن اذا ما كان حدا موجود ممكن الاصول او الفروع يعني ممكن انه اذا امه موجوده ابوه موجود اخوه اخته عمه ممكن انه ينوب عن هذا الشخص ويقوم بتثبيت هالاولاد يعني ممكن انه يقدم طلب انه فلان فلان غائب او فلان انه مفقود يعني فلان من الناس ونحن بحاجه مثلا لتثبيت اولاد او بتثبيت نسب الاولاد المذكورين كذا كذا فطبعا القاضي الشرعي بعد ما بيتاكد انه فعلا هذا غايب او انه فعلا هذا مفقود بيعطيه هي الاحقيه لانه يثبت نسب الاولاد اكيد ما الامر ما بينترك هيك يعني في حالات كثير كمان ممكن اقول لك ممكن انه الشخص غائب تمام وبده يتزوج وزوجته موجوده هون تمام يعني هو انا قلت لك انه الغائب ما له قدران انه يدير شؤونه وما عنده وكيل ما عنده وكيل ممكن انه مثلا بدوله اجنبيه ممكن انه تكون سفاره بعيده عنه ما يقدر انه يعمل وكاله فممكن تجي امه او ابوه او اخوه او اخته وكاله غائب هي تسمى وكاله قضائيه غائب يعني الشخص اللي بياخذ هو يسمى النائب الشرعي النائب الشرعي اللي 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 بيدير اموال وشؤون هذا الشخص اذا كان في اموال وبيحافظ عنها بس بدون انه يستثمرها ما بيحق له انه يستثمرها او انه مثلا مشان ينفق على الزوجه او انه مشان يثبت نسب مثل ما حضرتك ذكرتي او ممكن انه يكون عنده بضاعه مائله للتلف انه لازم انه بالضروره القصوى لازم انه يعمل وكاله يعني حتى الشخص هون بدنا نميز بين نقطتين اذا كان غائب حياته موجوده فما في شيء بيمنع انه نحن ما في شيء يمنع لانه هو ما له متوفي لحد هاللحظه فهو موجود لسه على السجلات فبيحق لنا انه نثبت نسبه اما المفقود وقت بنعتبره انه متوفي وبيتوفى كمان ما في شيء بيمنع انه نثبت النسب ما زال تثبيت يعني ما زال الزواج صحيح ما زال يعني اذا الزواج صحيح ما في شيء بيمنع طيب استاذه رنا خلينا نحكي عن الوكاله القضائيه يعني بنسمع عن الوكاله القضائية للغائب أو المفقود شو هي الوكالة القضائية وشو الفرق كمان بيناتهم بين فينا نقول الغائب والمفقود تماما
هلا مثل ما ذكرت لك، هلا مثل ما ذكرت لك انه كان في اشياء مثلا ضروريه ومهمه بحاجه، يعني بما انه هذا الشخص الغائب او المفقود، يعني الغائب وكاله قضائيه هو بيوكله، الغائب ممكن انه يكون عنده، ممكن انه قبل ما يغيب يعمل وكاله، وممكن انه لا اضطر لا ما شرط لا. هلا هي الوكاله بتنعمل للغائب بتنعمل للمفقود، صحيح تمام، بس في مده زمنيه، المفقود بعد 4 سنين مستحيل بقى حدا يعمل وكاله، لا هون لانه ما عاد صار متوفي بحكم القانون. هلا في امر معين مثلا مثل الغائب، مثل ما قلت لك انه هو موجود برات البلد وما بيقدر انه يعمل وكاله، وقت طلع برات البلد بس معروف مكانه، وطلع برات البلد ما قدر يعمل وكاله وبده يتزوج وما بيقدر مثلا، ممكن انه يعمل وكاله بالبلد اللي هو موجود فيها، ممكن تكون سفاره بعيده، ممكن انه يكون اي شيء، فهون ممكن امه او ابوه او اخوه او يعني الاصول او الفروع يتقدموا ويعملوا وكاله قضائيه غائب. هي الوكاله قلت لك انه هي بتكون النائب الشرعي، طبعا بتتقدم للقاضي الشرعي الاول، بعد ما بيتاكد انه بتتوفر فيها الصفات بيعطيها هي الوكاله، وهي الوكاله تعتبر يعني مثل ما بيقول لك مثل بمثابه وصايه على القاصر، مثل وصايه على القاصر. هون بدي نوه، يعني انا وقت بطلب وكاله قضائيه لشيء معين لازم انه فقط بتكون محصوره بهالشيء المعين، ما بيحق لي انا اتصرف خارج عن هذا الشيء، يعني انا اخذت هي الوكاله مثلا مشان اصرف بضاعه حتتلف، فبينحصر هذا الموضوع فقط، اذا انا اخذت هي الوكاله مشان الانفاق بتنحصر لهذا الموضوع، اذا الام مثلا او الاب اخذ انه للزواج انه انا بدي نوب عن ابني الموجود برات البلد بما انه انا ما معي وكاله، بدي نوب عنه مشان قر بالزواج، زوجته موجوده هون وبدي قر بالزواج، فقط بيكون محصور بالنطاق اللي عطاه القاضي. وقت هو بيطلب شيء ثاني، يعني وقت الام بتطلب شيء ثاني، يعني بعد ما تم الزواج بدها تثبيت نسب مثلا، هي بحق لها الام والام تلقائيا والاب بحق له تثبيت النسب، اذا مثلا اخ او الاخت او العم بدهم يحصلوا على شيء ثاني لازم ياخذوا موافقه القاضي، يعني الموافقه بتنحصر على الطلب اللي انت بتطلبيه. نعم، يعني قبل ما نختم مع حضرتك استاذ ريانا بس ننوه تنويه اخير، ذكرنا انه الرجل اذا عاد وكانت زوجته متزوجه، وذكرنا الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية والنفسية والصحية، طب إذا المرأة غائبة والزوج متزوج، أوكي أكيد بحق له 4، ولكن كمان في حقوق، في متأخر مثلا، في ورثة من أهلها منه أو أملاك، إن كانت وظيفية أو إن كانت يمكن أملاكها الشخصية، هل تعود لألا ولا المرأة مختلفة عن الرجل؟ لا، المرأة أبدا ما بتختلف عن الزوجة من الناحية المادية فقط. أوكي. طبعا نحن ما عم نقول إنه من ناحية الزواج، لأنه قلنا إنه الزوجة بحق له 4، الزوجة إذا طبعا لأنه الزوجة إذا رجعت في إلى وضع استثنائي، يعني الزوجة إنه إذا خلص اعتبروه متوفي بتكون لزوجة الثانية، وإذا ما كان دخول بتكون لزوجة الأولاني، يعني الزوجة. وقلت لك بس أنه حطوا أحكام للزوجة وقت بيكون زوجة مفقود، يعني الزوجة بما أنه ما بيحق إذا كانت هي مفقودة، عم هي إذا كانت مفقودة هن بس حطوها للزوجة. أوكي. يعني أما الزوج ما بصير عليه شيء، الزوج إذا اعتبروها متوفية بعد 4 سنوات بحق له طبيعي، مثل لأنه خلص هي متوفية بحكم القانون، بحق له إذا في حصة إرثية أو ما شابه ذلك بترجع للزوج قانونيا، ما بيترتب عليها شيء، هي بس فقط مثل ما قلت لك الزوجة بس إنه لأنه وقت بيكون زوجها مفقود بتتضرر من هذا الزوج، لأنه بتتضرر من هذا الزواج لأنه هو غاب أكثر من سنة، الزوجة ما بتقدر إنها تتزوج إلا لا تتطلع، صحيح، أو لأنه يتوفى زوجها، فهون بس هي محصورة بهذا الحكم، أما الزوج عنده نطاق واسع. نعم. أكيد بالختام بدنا نشكرك المحامية الأستاذة رنا قصاص على وجودك معنا، وأهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى أكيد كل غائب وكل مفقود يرجع لأهله لبيته، وهيك الله يهون على كل الناس، ظروف صعبة مرقنا فيها ولكن قدرنا نتخطاها، وإن شاء الله الظروف يلي عم نمرق فيها
نقدر نتخطاها. كل المحبة لكل مشاهدينا، ونهارك سعيد يا نور وسلامتك. نهارك سعيد ليا، ومثل ما قلتي بنتمنى كل غائب ومفقود يرجع لأهله يا رب، وتتم الصحة والسلامة لكل الناس. بنتمنى إنه هي الظروف القاسية تمر علينا، ويا رب دائما الأمل. للأسف كثير منيح مزروع بقلوبنا، لولا الأمل يمكن ما بنعرف إنه بكرة رح يكون أحلى. رحلتنا الصباحية خلصت، إلى اللقاء.